حدثنا هشيم أخبرنا عثمان بن حكيم الأنصاري عن خارجة ابن زيد عن عمه يزيد بن ثابت قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد فسأل عنه فقيل فلانة فعرفها فقال ألا آذنتموني بها قالوا يا رسول الله كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذنك فقال لا تفعلوا لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم ألا آذنتموني به فإن صلاتي عليه له رحمة قال ثم أتى القبر فصفنا خلفه وكبر عليه أربعا حدثنا ابن نمير عن عثمان يعني ابن حكيم عن خارجة ابن زيد عن عمه يزيد بن ثابت أنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فطلعت جنازة فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثار وثار أصحابه معه فلم يزالوا قياما حتى نفذت قال والله ما أدري من تأذن بها أو من تضايق المكان ولا أحسبها إلا يهوديا أو يهودية وما سألنا عن قيامه صلى الله عليه وسلم